عدد الفرق المشاركة 91 فريق، وعدد اللاعبين 300 وفوق 360 رياضي. لا هاي التشكيلة منتخب بطني، يعني أنت عندك تأخذ مثلا 11 لاعب، ما لا ما تقدر تأخذ أكثر، لأن هذا هي عدد الأوزان يحدد لك بهالمسألة. المنافسات للبطولة الشبع المعدة والأخار الثاني إن شاء الله يبشرون بالخير مستقبلا، وإن شاء الله هم على مستوى عالي، وأعتقد اليوم راح يتمتع الجمهور البابلي بمستويات جدا راقية. للأسف الشديد ماكو دعم، يعني الدعم كله مرتكز بس على كرة القدم، وللأسف الشديد احنا بالنسبة لكرة القدم لحد الآن متأخرين عن العالم. الوضع 60